أهلا بكم في مرايا. قبل فترة حكينا مع بعض هنا عن الغارات الروسية السيبرانية على أمريكا وعلى فرنسا أيضا، والتلاعب بتوجهات الناس اللي موجودين على منصات السوشيال ميديا والتفاعل الاجتماعي داخل أمريكا أو داخل فرنسا، وكيف أن روسيا كدولة، مش حتى كهوات أو كعصابات، لا كدولة، مركزة على تكوين مهارات وعبقريات روسية في مجال البرمجة والإنترنت، أو باللغة الصريحة المحكية خلينا نقول في مجال اللي هو القرصنة أو الهاكينج. بصراحة اللي فاتني أنه أقوله أنه هذا أسلوب عمل ومنهج دول أخرى أيضا، مش بس روسيا، حولت التواصل عبر الإنترنت أو أي شيء يجري في هذه المنصات إلى سلاح بكل معنى الكلمة، مثله مثل المدفع والبندقية والقنبلة والصاروخ والطائرة المقاتلة وكل ما يخطر على بالك من أنواع الأسلحة، سواء استخدم هذا السلاح، أقصد السلاح السيبرانية أو الهاكينج أو سميه اللي بتسميه، سواء استخدم هذا السلاح بطريقة التلاعب بما يجري طرحه في منصات مثل تويتر أو فيسبوك أو يوتيوب أو حتى انستغرام واتساب، اللي نسميه حنا في لغتنا العربية اللجان الإلكترونية أو الخلايا الإلكترونية أو الجيوش الإلكترونية أو الذباب الإلكتروني، اللي هو فكرة كيف أنا أحشد الناس بالتكثيف علشان يأخذون أمر معين، أو من خلال الهجوم المباشر على سيرفرات الدولة المستهدفة، الأشياء الصلبة يعني البنوك، المطارات، شركات الطيران، شركات النفط، بيانات المواطنين الأمنية وغيره وغيره. يعني هذا صنفين من الهجمات السيبرانية أو التأثير على الإنترنت. لكن اللي فاتني مع ذكر روسيا طبعا خذت حقها هو دولة إيران. إيران رائدة في هذا النوع من النشاط المظلم، نشاط القرصنة الإلكترونية وطبعا نشاط اللجان الإلكترونية. وتذكرون إيش عملت إيران في غارتها الإلكترونية على شركة أرامكو قبل كم سنة؟ على فكرة أرامكو هذه مجننتهم لدرجة أنه تابع حوثي للخمينية الإيرانية هدد قبل كم يوم أرامكو، أقصد القائد الحضاري الإنساني العلماني المسالم العالم الحالم محمد علي الحوثي. اليوم عادت الأضواء من جديد على دور إيران التخريبي العالمي في حلبات الإنترنت وحواسب الدول والشركات. في دولة ثالثة كمان، مين هي الدولة الثالثة هذه؟ قطر. نعم قطر أيضا متهمة أمريكيا بهذا النشاط التخريبي الإلكتروني. وسبحان الله نفس الدول هذه، روسيا وإيران وقطر، هي اللي تنثر الخراب والدمار فعليا على أرضنا، يعني على الأرض مش على الشاشات وديارنا، وكل واحد بطريقته وإبداعه الخاص. فقطر وإيران وروسيا سبحان اللي جمع يعني. فخلونا نبدأ بالدب الروسي الأكبر. وعلى منوال الدب الروسي ينسج الضبع الإيراني. دراسة معهد كارنيجي أشارت إلى أن طهران طورت خلال 10 سنوات قدراتها السبرانية بشكل حولها إلى خطر عالمي، حيث هاجم قراصنة إيرانيون أهدافا تكنولوجية وأمنية واقتصادية في هولندا والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية التي تعرضت فيها بنوك ومؤسسات مالية لهجوم القراصنة الإيرانيين، ما كلف واشنطن خسارة بعشرات الملايين من الدولارات وزعزعة ثقة مئات الألاف من عملاء البنوك حسب تحقيقات الـ FBI. وعلى جادة الدب الروسي والضبع الإيراني يركض، خلينا نسميه ثعلب القطر ومحشوم شعب قطر. فضيحة جديدة تواجه قطر، هذه المرة اتهامات بقرصنة إلكترونية
حسب صحيفة ذي واشنطن فري بيكن، فإن عمليات القرصنة استهدفت إليوت برويدي أحد كبار أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وكلاء لها في واشنطن، وقد طالب رجال السياسة الخارجية ترامب بإجراءات رادعة. الصحيفة قالت إن الدوحة نفت أي تورط في عمليات القرصنة، وإن المواد التي تم نشرها بشأن هذه القرصنة المزعومة تم تزويرها. طيب ليش وكيف تكاثرت هذه الهجمات وإيش معناها؟ الهجمات التي نفذت من قبل الدولة أو المدعومة بالدولة تعمل بشكل منظومة متكاملة لشن الهجمات الإلكترونية. لماذا؟ لأنها تهاجم أو تستهدف المنشآت الحكومية أو الخاصة، تهدف إلى شن الاقتصاد، تشويه سمعة الدولة، كذلك التلاعب في التوجه العام للرأي العام وهذه مهمة، وكذلك التشكيك في قدرات الدولة. أما الأفراد فهي مجرد بسيطة جدا وتستهدف الحصول على منفعة مالية أو معنوية. بصراحة والله العظيم الواحد ما عاد يفرق بين الأفلام اللي يشوفه في الأفلام واللي الأفلام اللي تحكي عن عالم القرصنة، أفلام السينما يعني، وبين اللي يصير فعلا على أرض الواقع. صراحة لما تكون الثقافة الحاكمة في أي نظام ودولة تعلي من قيمة القوة وتستبيح أي شيء لأجل تحقيق المصلحة، ولديها خرافات قومية معينة زي الروس، خرافات المجد الروسي، أو خرافات دينية وقومية مع بعض مزيج يعني زي إيران الخمينية، أو خرافات زعامة وهمية فردية زي قيادة قطر، فحين يحصل هذا الأمر انتظر ما لا ينتظر، الميكافيلية والذرائعية بأجلى صورها، والاستباحة، الاستباحة الجلفة بأشنع حالاتها، وقرصنة الدول والمجتمعات كاملة، ونعم القدوة الحسنة بين هذه الدول لبعضها. قال طرفة بن العبد: لعمرك ما الأيام إلا معارة، فما استطعت من معروفها فتزودي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إلى اللقاء.